بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمور لا تضر بالصوم، من هذه الأمور إذا ارتكب شيء من المفطرات مع الفحص بنفسه ولم يظهر له طلوع الفجر فانكشف طلوعه لا يبطل صومه. من الأمور أيضا إذا كان جاهلا بوجوب الحاجب بوجود الحاجب فاغتسل ثم تبين له بعد طلوع الفجر وجود الحاجب لم يبطل صومه. من الأمور أيضا إذا كان يلحن بقراءة القرآن الكريم فتجوز له قراءة القرآن الكريم من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل فلا يبطل صومه. ومنه أيضا ذوق الطعام دون ابتلاعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.